ولكن ضحكتك ما خايفاش، ضحكتك ما فيكش لو ضحك، راكي مزيانه، راكي غدوزي معنا ان شاء الله هاد 45 دقيقه باذن الله، ولا يعني 40 دقيقه ان شاء الله، وكلها ما شاء الله اقتراحات، وكلها تبارك الله يعني فيها ما يتقال. العيالات كيسولوا على العسل والشباكيه، العيالات كذلك اللي كيسولوا على عراضه كيفاش توجد بسطيله بالدجاج مالحه ودجاج مشوي في الفران، هذا يعني لليومي، وكذلك العرادات. اسماء ايت وفلا مجوجه عندها ثلاثه الوليدات، كيفاش بديتي في هذا المجال ديال الطبخ؟ بغيت وحبيت بالصدفه. تعلمتي من عند الوالده الاسس ديال الطبخ والقواعد، دخلتي الكوزينه من صغرك؟ من صغري من صغري وانا في الكوزينه، في الطيابات طياب ولكن تزوجت عاد عطيت راسي مزيان الحداقة والطياب ومن ثم لاحظتي بان يديتك فيهم البنا، بانه والحمد لله شهواتك عليهم الاقبال من العائله كيديروا السبه ويجيو يدقوا داكشي كاين الحمد لله. الو اسماء، واش دايره كسكسو نهار الجمعه؟ هي كتكون القضيه واش دايره شي كسكسو، رانا دايزه من حداك. اذا بديتي بحال هكا يعني غير العائله والتشجيع ديال العائله ومن ثم بديتي في المشروع ديالك. بديت في المشروع شويه بشويه وحنا غادي الحمد لله. ما شاء الله عليك. احنا كنعرفوا يعني تبارك الله المراه المغربيه المراه حادقه ومبدعه، انا كنسميها المبدعه في جميع المجالات، راه ماشي غير في الطبخ، ماشي غير في الطيابه لالا اسماء، ولكن كاين بعض السيدات اللي كيتصنتوا لينا واللي هما وفيات وكيبغيو الاذاعه الوطنيه وعندهم هذه المهاره هذه ديال الطبخ وديال الحلويات، وكيبغيو يديروا مشاريع ويبداو هكا بشويه، باش ممكن تنصحيهم اسماء ايت وفلا؟ يبداو شويه بشويه، يتعلموا من يوتيوب، يوتيوب راه فيه فيه العجب المتعجب كلشي. المره الاولى تخسر، الثانيه ماشي مشكل. اياك انا بعض المرات يعني وخصوصا في رمضان وعندي واحد الجروب ديال الحادقات، عندي في تحيه ليهم اذا كانوا كيسمعوا ليا، عندي في البورطابل ديالي، وملي كانوا حل ما كنبغيش نديرونجي العيالات كندخل يوتيوب وكنشوف شنو هي مثلا هاد المساله كيفاش كتصايب، شنو المراحل ديالها، كيفاش ممكن كتنجح، كيفاش ممكن يعني يعني كتطلع. يعني اليوتيوب كما قلتي فيه العجب، فيه بزاف، فيه كل شيء. ما دايرش قناه؟ لا كتفكري ديريها؟ كنفكر ولكن شي ولا دابا صعيب 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 يعني. وهاد القنوات يعني شويه كتعطي واحد الربح مادي بالنسبه للعيالات؟ لا والله انا ما تنفكر في الربح، كيما بغيت كيما بديت انا فهمتي، بغيت نوريهم الاخطاء اللي دزت منهم. برافو عليك وتبارطاجي يعني تشاركي التجربه ديالك، اي حاجه درتها نبارطاجيها مع ماشي مشكل، تشاركي التجربه ديالك. بنيتك عندها 12 عام الكبيره؟ لا عندها 10 سنين. 10 سنين الوسطانيه على ما اظن؟ لا الكبيره. الكبيره 10 سنين. 10 سنين كتعلميها شويه تدخل الكوزينه؟ شويه. ياك علاش؟ عندي فنيانات بزاف. ياك كاينين 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 كيخرجوا فنيانات. عندي اختها اللي تابعها عندها 9 سنين. نعم كيبقى بيناتهم. نعم. تقولي لها هي يدي. وانا كيعصبوني كنوض ان. تغانين كتكون هذه المساله هذه بين الخواتات، ولكن مهم كتوريهم شويه شويه. ضروري ضروري. تبغي بنتك تطلع بحالك ولا؟ ما كرهتش. اياك تطلع حادقه بحالك. خصها تكون حادقه وواقفه واكثر مني واكثر منك. تكون قافزه. ما كرهتش. وبغيتيها تقرا؟ بغيتها تقرا. بغيتيها تقرا؟ بغيتها تضرب هكا وهكا تقرا؟ تقرا. القرايه سلاح كبير بزاف، حيت المراه اللي قرات شي حاجه الا وصلات الا وصلات كلشي كيقلب عليها هذيك الساعه. الحظ يقلب عليها، الراجل يقلب عليها، هو يقلب عليها، الرزق يقلب عليها، كلشي يقلب عليها. اذا البنوته تخصهم يقرا لالا اسماء. وانا هادشي هذا كنديرو على ودهم هما، الله يحفظهم لك. بغيت نوفر لهم شي حاجه اللي ما توفرتش لنا حنا شحال هادي فهمتي، باش غير يطلعوا باش نشوفهم طالعين غادي لقدام. الوليدات ديال اليوم مكلفين اسماء بزاف، ماشي بحالنا حنا، حنا طلعنا تسمحي لنا في الضيق حتى طلعنا ما عرفوناش حتى امتى طلعنا اسماء. يعني مقارنه بوليدات اليوم صعب بزاف، يعني التكلفه ديالهم لا النفسيه، انا ما كنهضرش راه الماديه الله يحسن العوان، يعني التكلفه النفسيه. الا شفتي عند صاحبتها شي حاجه في المدرسه كتقول لك بغيت بحالها، صاحبتي تجي لابسه واحد السبرديله فهمتي، خصك ضروري تشريها لها. الا ما شريتهاش ما كنبغيش نمرضها نفسانيا. نعم. اي حاجه كنوفرها لها
وتشري 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 وهالعريق راه يا ربي تقرا واخا نقراو معاك اليوم ان شاء الله وغنزيدو نقراو معاك كيفاش ممكن نحضروا هاد الاقتراحات اللي جبتي لينا اليوم. لالا اسماء ايت اوفلا من دين تمارا جيتينا مرحبا بك وتلفتي في الطريق ولكن عرفتي الطريق ما كيجيش الرباط باينه لا وهي حدي تمارا انا تماريه والله ولكن الاصل شلحه شلحه الاصل من زمران امزميز من امزميز امزميز نعم تحيه للناس ديال امزميز نبداو بالدجاج مشوي واخا اليوم نقدم لكم دجاج مشوي مرافق بالخضره صوتي مرافق بخضر صوتي اييه وهاد الخضره هادي غندير لها واحد لا فينيغريت صلصه نقولوا اييه كتجي فنه واخا نكتشفوها معاك ودي صوص اييه كتجمع بين الملح والحلو والحار مالح والحلو والحلو والحار واخا شحال من دجاجه ندير اربع دجاجات ناوي على العراضه هذا ديال العراضه هذه الا درتيه تحطيه بوجهك اياك احمر احمر بوجهك مشوي بالفران بالتجربه ما غاليش شحال كيدير اليوم في السوق 260 والله ما سولت عليه ولا 13 حتى هو كل مره 13 ولا 15 بحال هكا 13 14 15 بحال في الصيف اللي كيدير الجلحين طيب اربع دجاجات ناخذ اربع دجاجات الوزن ديالهم 2 كيلو 2 كيلو ما تنقصيش شوي 2 كيلو هو عند زعما هو عابر بريشو بريشو براسو يعني فاش غادي هذا غيقولوا في ديك كيلو واخا وشي حاجه واخا اذا 2 كيلو اها نغسلوهم مزيان يتغسلوا كيفاش كتوصلي الطريقه كتختلف كنغسلوهم بالملح والخل صافي انا صافي انت دابا طري الطوره هكا كتخدمي لالا كنغسل بالملح وتنقضهم في الخل اذا كتغسلي بالملحه وترفضي في الخل والماء اييه صافي كنشللهم مزيان يتشلل حيت كتبقى فيهم ديك الملحه يتشللوا مزيان كنحطهم يتسقطروا كيباتوا ليله كامله وهما تيتسقطروا ينشفوا يتنشفوا واخا بالنسبه للشرموله الشرموله كناخذوا 4 المعالق كبار ديال الموطارد موطارد اييه 320 غرام ديال الزبده ذايبه 320 غرام زبده ذايبه هذه الزبده هذه كتخلي لنا الدجاج هشيش كيجي هشيش وأربعة المعالق كبار ديال العسل معالق كبار عسل اييه 6 المعالق كبار ديال زيت الزيتون 6 المعالق كبار زيت الزيتون كركوبه ديال الثومه محكوكه اذا كركوبه ثوم محكوكه وكنشريو عطريه ديال البيتزا اييه عطريه كتكون فيها الحبق الازير زعتره الزعتر كتسمى الاعشاب المنسمه هذه واخا زيدي لالا وستة المعالق كبار ديال الكيتشوب ستة المعالق كبار كيتشوب جوج معالق كبار ديال الهريسه جوج معالق كبار هريسه معلقه كبيره سكنجبير معلقه كبيره سكنجبير معلقه كبيره ابزار معلقه كبيره ابزار معلقه كبيره تحميره معلقه كبيره تحميره صافي كنشدو هاد الدجاج هذا كنفلحوه من الصدر ومن الفخيضات كنفلح الدجاج ديالي اييه ونشرمل صافي وكنشرملو بهاد الشرموله هادي وكندخلها في دوك الفليحات اييه نمرمدو مزيان ومكرهتش هاد الشرموله تبات فيه ليلة ياك تعاود ثاني الا بات فيه زعما تجي احسن ما كانش خلي واحد ساعه سوايع. ساعة ساعتين ماشي مشكل واخا ايه ثلاثة انا باغا يطلع بنين باش ما كاين واخا من بعد كناخذوا اللاطه كنفرشوا فيها ورق الطبخ طبخ طبخ ورق الطبخ انا عارفك خايفه ولكن انا كنحاول بشتى الطرق انك تكوني مطلوقه معنا اليوم بحال الدجاج اللي غنطلقوه في ورق الطبخ او الطبخ طيب ونحطوا الدجاج ونحطوا الدجاج هذا عليك الضو وندرد عليه شويه الزعتر من الفوق ونغطي عاوتاني بورق الطبح واخ طبح طبخ ونغطي اييه ونعاود ليه الالومنيوم بورق الطبخ ونعاود الالومنيوم وندخلوه للفرن شحال ديال الغاز كندخلوه الفوق كنجهدوا عليه العافيه حتى كتدخلوا الطيبه كنحسوا بدا كيدخلوا الطياب كنقص العافيه كنقص العافيه كنخليها متوسطه وكنخليه يطيب على خاطره مره مره كنخرج اللاطه حيت الدجاج كيطلق واحد الماء هذاك الماء كنشدو كنحيدو لا
كتسقي بيه عاوتاني الدجاج من الفوق باش ما يجيكش الصدر ناشف. نعم سيدي. اذا نسقي بديك الميه اللي طلق اللي طلق. اييه مره كنحل وكنسقي بداك الميه. واخا صافي ملي كيطيب الدجاج كنتاكدوا منه راه طاب، كنشد موس وكنتقبلوا الفخيضات الا ما خرجش منه الماء راه طاب. واخا صافي كندهنوا بالزبده بعدي ما يتسالك حب الضره ودايره الالوان وعرفتي المذكره ديال اسماء ايت اوفلا عرفتي كاتبه داك الشيء بدقه ودايره اللوينات ومسطره بالاحمر والخضر ما شاء الله عليك. اذا نسقي بالميه قلنا اللي طلق نتاكدوا اننا نتقبوا مره الفخيضات وكذا باش نعرفوا بان الدجاج ديالنا راه نشف. ما خرجش منه الماء من الفخيضات راه نشف. واخا خرج رجعي عاوتاني طيب الورق الطبخ والالمنيوم ورجعي. اييه من بعد صافي كندهنوه بالزبده. اذا ندهن بالزبده وندخلوه لتحت ما نخطيوش دابا باش نخليوه لي العافيه باش يتحمر. اها وندخلوه مع الري الفران. دابا ندوزو لي صوص. واخا هاد لي صوص هادو الاساس ديالهم مايونيز. هاد المايونيز ما تنديروش بالبيض. نعم اذا غتعطينا طريقه تحضير ديال المايونيز. مايونيز واخا مايونيز بدون بيض. واخا شنو فيه؟ نص كاس كبير ديال الحليب. كبير حليب. اييه كاس كبير ديال الزيت. كاس كبير زيت. معلقه كبيره ديال الخل الابيض. معلقه كبيره خل ابيض. ما اذا ما توفرش الخل الابيض ندير الخل العادي. ماشي الخل العادي ممكن. قبيصات الملحه. قبصات وملح. قبيصه ديال الابزار. قبصات وابزار. ثلاثة الفرماجات. أنا كان بين السمو بثلاثة الفرماجات. واخا مربعة ولا مثلثة اللي كانت ماشي مشكل. واخا أو مربع. بالنسبة للكاس اللي غنعبرو به الحليب هو باش غادي نعبرو الزيت. ما بغيتيش ديري كبير راه غديري صغير. واخا على حسب شنو نفس المقدار. نعم وعلى حسب الكمية اللي أنا بغيت. واخا كنتحكمو في القياس وصافي. كلشي نضربو في الخلاط. كنضربو كلشي في الخلاط. أييه الحليب والفرماج والملحة والبزار والخل. نعم الزيت لا. الزيت لا حيت مولينيكس دايرة وحنا كنخلط. الخلاط. الخلاطة الطبخ. ماشي مشكل ملي غلطتي في الطبخ الدنيا هانية. الخلاط كيدور. كيدور وحنا كنزيدو نقيطة بنقيطة. أييه صافي تتكملي كاس الزيت. من بعد صافي كنشوفو لاباز عندنا. هي لاباز المايونيز. ناخدو شوية في زليفة. ناخدو كمية منه وكنصاوبو لاصوص طغطغ. اييه هاد لي صوص كيمشيو مع المشويات. نعم شنو كنديرو مشوي كلشي. اييه كتمشي مع الحوت هاد لاصوص. الحوت مشوي كلشي. نعم كناخدو القياس اللي بغينا من مايونيز وكنزيدو عليه معلقة صغيرة ديال الموطارد. معلقة صغيرة موطارد. معلقة كبيرة ديال كورنيشون محكوك رقيق. كورنيشون محكوك. ومعلقة صغيرة ديال ربيع مقطع. ومعلقة صغيرة ربيع مقطع صغير. اييه هادشي اللي ما بغاش يتبن الكورنيشون كيضربو في الخلاط. اييه انا بالنسبة لي كنخليها هكا كنخلط كنخلي داكشي باين باش كتغطي باش هذاك الربيع كيبقى باين في لاصوص. كتجيكش خضرة. تجي زوينة. ندوزو لاصوص الثانية. اييه هذه الأولى إذا اللي فيها الكورنيشون والمايونيز. هذيك طاقطة ثانية. دابا لاصوص أندونيسيان. لاصوص الأندونيسية. اييه كناخدو عاوتاني المايونيز. كمية من المايونيز. كنزيدو عليه معلقة كبيرة ديال الباربيكيو. اييه الباربيكيو. الباربيكيو كيتباع. كتباع. انا نعطيكم المقادير اللي كندير فيها من الاحسن. من الاحسن الا درنا كلشي في الدار حسن لينا ما نخرجوا نتقداو. معلقه صغيره ديال الهريسه. معلقه صغيره هريسه. اييه صافي وكاعشي كنضربوها. اييه معاش كيفاش معاش هاد المعلقه صغيره ديال الهريسه المكون ديال الصوص باربيكيو. لا معلقه ديال الباربيكيو بوحدها نزيدو عليها معلقه صغيره ديال الهريسه. صافي كلشي تخلط. صافي داكشي تخلط. بغيتي تخلطي في الخلاط بغيتي في. نعم وهذا الباربيكيو نعطيك الباربيكيو. شنو كنديروا فيه؟ معلقه كبيره ديال صلصه الصويا. اييه معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه ولا الزبده اللي عندك. معلقه كبيره ديال الكاتشوب. ومعلقه كبيره ديال الكاتشوب. معلقه كبيره ديال الخل. كاس عامر ديال الماء. معلقه كبيره ديال معجون الطماطم. معلقه صغيره ديال الموطارد.
معلقه صغيره ديال التحميره نص معلقه صغيره ديال الملح جوج معالق كبار ديال السنيده. كاين سنيده ولكن هذا غتعطيك كميه كبيره ياك اسمع زليفه بصح هو نشريها احسن ملي هادشي كله غنقدر نخلط فيه كيبان لي نشري انايا نص معلقه ديال البزار راه مازال نكمل ياك نص معلقه صغيره ابزار واحد فص ديال الثوم محفوك الثوم معلقه كبيره ديال البصله بودر بودره اييه نص معلقه صغيره ديال القرفه ونص معلقه صغيره قرفه هذه من الاحسن تصاوبيها وتبقى زوينه وتبقى وديريها في هذا وتسدي لها مزيان وتحطها في الثلاجه واخا كنخلطوا كل شيء مع بعضهم ياك وكنت تنخلطوا عاد كنزيدوا داك الكاس ديال الماء ونحطوا فوق البوطه حنا كنحركوا واحد 5 دقائق حتى كتعقد نحركوا مع كاس ديال الماء هي هي انا دابا الصلصه ديال الباربيكيو دابا بقات الصلصه الثالثه صلصه الثوم اذا فيها كميه من المايونيز كذلك هي وجوج دروس ديال الثوم محكوكين جوج دروس ثوم محكوكه وشويه الهريسه وشويه الهريسه صافي صافي هذوما لي ثلاثه صلصات اللي غادي يمشيو لينا مع هاد الدجاج مشوي كيمشي هذا مع المشويات كاملين حوت اللحم الدجاج كلشي رائع كيجيو فن لا بين غير من المذاقات يعني شي حاجه غزال انا ما نعطيك شي حاجه تبارك الله عليك اذا احنا وجدنا الصلصات ديالنا الدجاج ديالنا راه طايب غندوزو الخضره ديالنا اييه نشدو خيزو ها هو سلقناه وقطعناه مربعات سلقناه وقطعناه مربعات علاش ما نقطعوش مربعات ونسلقو من الاول اللي بغيتي صافي واش كاين شي كيزه ماشي حاجه مفقوده بين الطريقتين نبغي نعرفها ونتعلموا معاك لا 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 اللي بغيتي اذا الخيزو سلقناه وقطعناه مربعات في كسرونه اييه غندير شويه ديال الزيت البلديه اذا الزيت البلديه واحد فص ديال الثوم فص الثوم وغنزيد عليه داك الخيزو اللي قطعنا مربعات صغار شويه البزار البزار وشويه الملحه الملح وعصير ديال الليمونه وعصير ليمونه ومعلقه صغيره العسل ومعلقه صغيره العسل كنغطي كلشي على ديك الطنجره ديك الكاسرونه اذا خيزو اللي كنا سلقناه قطعناه مربعات غنديروه في كسرونه مع زيت البلديه فص ديال الثوم محكوك ياك ونزيد خيزو راه هو راه كاين والابزار الملح وعصير الليمونه ومعلقه صغيره ديال العسل ديال العسل اذا هذا خيزو معسل هذا معسل داكشي علاش قلت لك غادي نرافقوا بين الحلو والمالح والحار صافي غادي نسدو عليه ونخليو داك الخيزو ديالنا كيشرب داك الشريميله اللي درنا عليه العصا كيتعسل كنزيد عليه الزنجلان ابيض وكنخلطو اذا الزنجلان ابيض ونخلط صافي وكان نرافقوا مع هاد ما كاينش قريفه هنايا لا لا ما كاينش قريفه واخا حيت القرفه غادي تبدل ليه اللون ياك اذا انت باغا تحطي قريويد واخا صافي واخا اها صافي صافي هذه هي كدير غير هذا الخيزو بوحدو بغيتي نعطيك ديال البطاطا مرافق مع كندير بطاطا بروكولي اللوبيا هذاك الشيء كله راه باين يعني كيتصوت انا نعطيك واحد لا فينيغريت ديال هاد الخضر واخا اذا كتجي حتى هي غزاله حتى هي صلصه ثلاثه المعالق ديال قزبر ومعدنوس كبار قزبر ومعدنوس كنقطعهم رقاق يتقطعوا رقاق جوج معالق كبار ديال عصير الحامض جوج معالق كبار عصير الحامض شويه البزار لي بزار شويه الملح الملح الملحه غنديروا غير شويه حيت الخضره ديالنا سلقناها في الملحه نص معلقه ديال الموطارد نص معلقه صغيره موطارد جوج معالق كبار زيت البلديه جوج معالق كبار زيت بلديه نص معلقه العسل نص معلقه هاد لا فينيغريت كتجي تاهي خطيره ياك اذا فيها هادي غادي نخلطوها في شي حاجه شي زليفه ونحطوها مع الخضره وغادي نبداو نسقيو بها ديك الخضره اللي سلقنا من قبل نعم وكتبان ليا يعني ما بعيداش بزاف على ليغو لانه كاين الملح تماما اذا ثلاثه المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس يتقطعوا رقاق جوج معالق كبار ديال عصير الحامض عندنا الابزار شويه الملح ونص معلقه صغيره ديال المطرد وجوج معالق كبار زيت بلدي
العاديه ونص معلقه صغيره ديال العسل. العسل اذا ها هو الطبق هذا كيجي وفي التقديم كتحطي الجوجات كنديروا بلا ديالنا اييه اوفال اييه كنديروا الخس اييه كتحطي الدجاج ديالك اها محمر محمر وكتحطي لي صوص اييه شي حاجه اييه الخضيره ديالك هذا الخيزو هذا وتيلكي كيما قلتي الا بغيتي تزيد البريكولي ولا بغيتي تزيد اللي بغات اللوبيا على حساب ولا يعني البطيطه حتى هي مشرمله بالقزبر وما هي هاد لا فينيغريت كتجي خطيره هي الاساس هي الاساس انا ما قلتلكمش زعما ما حكرتش على الخضره اللي عندك تلقاه ودير لها هاد لا فينيغريت كتجي خطيره وهي غادي تمشي مع هاد لي صوص حيت فيه الملح والحلو والحار ومع المشوي تبارك الله عليك تبارك الله عليك نمشيو البسطيله البسطيله ديال الدجاج مالحه هادي اللي دقه كتحاب ليه واش بسطيله ديال الحوت نال دابا لي كليون ديالي قول كندير لهم غير الدجاج واش تي جيتي كتفرحي راسك براسك دابا لا لا ما شنو دابا شنو دابا الكليان ديال اسماء ايت اوف الناس سمعوا الهضره اللي كتقول قيدوا عليها لا هادي بسطيله بالدجاج مالحه مرحبا لالا اسماء اذا هذه غتكون رائعه وهذه فعلا هذه كتجي هذه واحد لاستيوس كما كنقولوا كاين اللي ما عندوش باش يشري الحوت الله يحسن العوان هذه راه بحال كتاكلي الحوت هو هو دجاج دجاج دابا رخيص والمذاق ديال ديال الحوت اذا بسطيله مالحه شنو ناخذ فيها ناخذ دجاجه كبيره موازن 3 كيلو ونص هي فاش كتنقلها غتبقى في هذه 3 كيلو واخا نخليوها بالجلده ديالها ضروري ما نحيدوش ليها الجلده حيت ديك الجلده راه كتاخذ البنه شي حتى بسطيله ديال الدجاج كاين اللي كيدير خطا كيحيد منها الجلده وما كتعطيش البنه ما كتعطيش البنه بحال الا خليتيها بالجلده انا بعدا كنطيب بسطيله الدجاج ديالي كنخليها بجلدتها انا بعدا كنحيد الجلده اول حاجه كنقول دجاجي حيد لي الجلده عرفتي كاين اللي كيعرف غير يدير بها بسطيله كيقول حيد لي الجلده لا اذا الجلده دائما الجلده في البسطيله في البسطيله اييه هي بجلدتها جوج معالق كبار ديال ديال صوص ديال نيوكمان ديال الحوت هذه كتسمى نيوكمان نيوكمان كتباع عند اللي كيبيع مواد ديال الحلويات نعم نيوكمان نيوكمان ما كانش هاد نيوكمان عند شي مرة دابا كتسمع علينا وبغا دير شي بسطيلة ديال دير ضامة البنة ديال الحوت ما كانش ضامة البنة ديال الحوت غنزيد نصعبها عليه وهادشي اللي كاين حنا كلشي حنا جميع الافتراضات خاصنا نحطوهم لالا اسماء ضامة البنة ديال الحوت ما كايناش ما كايناش لالا في شي عروبية في شي مغرب عامر ما كايناش لا وباش غادي نسوا حنا تولي ديال الحوت بلا بنة خطيرة ديال الدرة ديال الدجاج وتنوض نايض واخا ضامة البنة ديال الحوت وصي عليها لالا تجيك يلا ايوا جوج معالق كبار ديال الصوجة الصوص الصوجة خفيفة خفيفة ونص معلقه كبيره ديال الزيت نص معلقه كبيره زيت هذه زيت هنديه ولا روميه لالا اسماء بغيتي تخلطي تخلطي نخلط حسن اييه اها اها راس تومك راس توم كبيره نص حامضه خضراء نص حامضه خضراء قشور مصيره قشور مصيره مصيره اها ومعلقه كبيره ديال سكنجبير معلقه كبيره سكنجبير جوج ورقات ديال سيدنا موسى جوج ورق سيدنا موسى واحد معلقه ديال السودانيه صغيره ولا كبيره معلقه كبيرة. صغيره كبيره معلقه كبيره سودانيه ممسوحه ما تجيش عاوتاني مسطحه ما تجيش بومبي ما تجيش عامره نص معلقه قزبر حبوب نص معلقه صغيره قزبر حبوب حبوب الا كاع ما بغاش شي حد يدير هاد السودانيه معلقه شري ديك السودانيه كسبه العطار اييه عرفتها عرفتها مزاود مزاود شنو هذيك كيفاش نستعملها هنايا وشنو نقطعها رقيقه لا هي غتخشاها وسط الدجاج انا نعطيك الطريقه واخا اييه نص معلقه ديال قزبر حبوب ومعلقه كبيره ديال الهريسه نص معلقه البزار نص معلقه صغيره ابزار قبطه ديال الربيع ومعدنوس واخا اذا قبطه ربيع ومعدنوس واحد دريهم معلقه صغيره ديال الزعتر واحد دريهم زعما رخصتيها على العيال زعما هادشي كله بقات لي داخل القبطه ديال الربيع والمعدنوس اللي وحلنا فيها لالا اسماء ما شتي دجاجه كبيره ما شتي صوص صوجه ما شتي يا لالا ويا لالا واحد دريهم زيدي رخصتها عليكم ايوا معلقه صغيره ديال الزعتر معلقه صغيره زعتر معلقه صغيره ديال الازير معلقه صغيره ازير مطحون مطحون واخا غنشدو دابا الشرموله شرموله هذه عاوتاني بوحده
لا الشرمولات شينيت نقول لك شنو غادي كيفاش ديري له واخا بسم الله قلت لك دابا بسم الله الشرموله لاصوص ديال الحوت شدي شي حاجه ديال فيها لاصوص ديال الحوت ديك نيوكمان ها هي نيوكمان جوج معالق كبار ها هي جوج معالق كبار نيوكمان قلنا راه هي قلنا هي يعني واحد الصوص راه كتباع هما لي الحلويات ديال فيها النسمه ديال الحوت ديال الحوت قلنا ما كايناش لا لا ممكن تعاودي ضمانه البنه ديال الحوت ديال شنو نزيدو الهريسه الهريسه راه كتبنا المقادير والبزار البزار سكنجبير الزعتر الازير مطحون ازير مطحون ومعلقه كبيره ديال الصوجة ومعلقه كبيره صوج نفلحوا هاد الدجاج هادي شويه من نفلحوها باش تخلي فيها هاد الشرموله تجي فيها مذاق ديال الحوت ونشرملها ونشرمليها مزيان والداخل ديال الدجاجه غادي نحطوا فيها دوك جوج ورق ديال سيدنا موسى والربع وقشور مصيره جلوف ديال المصيره والسودانيه ديك المزيود وقزبر حبوب ونص حامضه نخليو هادشي واحد 10 دقائق فين نخليو شويه تشرب ونرجع ليها وندير الماء في الكوكوط على ما يغلي هذاك الماء ديال الكوكوط هي غير القياس لا درق لينا الدجاجه ياك ضروري تخبى حيت الدجاجه بغيناها طيب مزيان تتفرتت واخا اييه اها غندير الكوكوط اذا غادي يغلي ليا ديك الميه ونحط الدجاجه ديالي حط الدجاجه فيها وداك الماء غتلوحي فيه داك كركوبه ديال الثومه اللي قلنا في سميتو وبصله شنو ديك البصله واخا اولا بصله كاع على قدها ماشي مشكل اسماء ماشي مشكل يلا ماشي مشكل حتى غنحيدوها اصلا غير تخلي نسمع في الشويده ديال القرنفل هنا لا نهائيا مرحبا فاش طيب الدجاجه مزيان كنحيدوها كنخليوها كتسقط تبرد باش نفرتتها نفرتتها صغيره كنرجع للمرق اييه المرق ديالنا اللي باقي في الكوكوط كنخليوه كيوكل نوال جعفري فقط فكرتنا واش ممكن نديرو اختيار غنائي وبما انه الحداقه تبارك الله كاينه في هذه السويعه هذه واسماء ايتو في اللان طالقت وما بقاش فيها الخوف نستغلوا الفرصه ونكملوا معاها الخوف حتى ما بقاش فيك الخوف عندنا نوال بغات ديك اختيار غنائي بغات ترجع لك الخلعه من بعد الاختيار الغنائي مرحبا اذا من بعد غناخذ هذيك الجوجه غنخليها كما قلت تسقطر وغنخليها انها تبرد ومن بعد غنفرت خليها على جنب خليها تسقطر ياك تبرد وغنمشيو لذاك المرق اللي خلينا في الكوكوط نخليوه يوكح شويه غير يوقف شويه يوقف شويه ياك وكنضيف كنحيدو منه ديك الثومه والبصله ونصفيوه انا معك كنحيدو من المرق اللي دام كيجي واحد اللي دام في الفوق ديال المرق كنحيدو كنخليو على جنب من بعد هذاك المرق كنرقدو فيه شعريه صينيه هذيك الميه داك اللي دام اللي خدينا من المرق كنزيدو عليه شامبينيون كحل اللي رطبناه في الماء طايب وغسلناه مزيان حيت كيكون فيه واحد التفاسير ديال هاد الطريقه كلشي كيديرها لنا ضروري انه يتغسل مزيان بالماء طايب وكنقطعو رقاق انا شحال من باكي ديال الشعريه الصينيه غير واحده فقط هي اللي غتمشي في هذاك المرق حيت هي وحده وكنزيدو الشامبينيون العادي تا هو كنقطعوه شويه ديال الربع جوج دروس ديال الثومه محكوكين شويه ديال الكامون ديري شويه حيت كيخلي واحد النسمه شويه مجهده شويه معلقه كبيره مسوحه ديال التحميره معلقه كبيره مسوحه ديال السودانيه معلقه كبيره ديال مطيشه الحك جوج معالق كبار ديال نيوكمان ديال لاصوص لاصوص الا ما كانتش دير ضامه البنه دائما من بعد كنشحروا هادشي كامل حتى ينشف ويتشرب لنا لي شامبينيون كاع العطريه واخا ونصفيوهم الليدان هذاك الليدان هذاك الليدان هذاك الليدان مريقه نخليوه باش ندهنوا به الورقه البسطيله هادشي عندك يعني بدروج ولا لا اسماء هادشي الدقه يعني ما كاينش وتا حاجه ما تضيع ما شاء الله عليك باش كلشي يعطي النسمه شوف كلشي كيدور كما كنقولوا في واحد الروايح وفي واحد الطيبه معينه ما تهربش ليك المذاق ما يهربش ليك المذاق حيت فعلا بعض المرات ملي كتجي كتاكل شي بسطيله ديال شي تخيطه كتلقاي حتى فمك هرب لك المذاق ما عرفتيهاش واش ديال اللوز ما عرفتيش واش داخل فيه واحد شويه ديال الحموضه ما عرفتيش يعني
شوف الدقة في هذه التفاصيل هي اللي كتعطيك المذاق. أنا دابا كنعطي الدقة المذهل. يعني إلا درتي هذا الشيء راه 100% غادي ينجح. واخا حنا راه كيمشيو معاك بشوية بشوية لأنه تا باش غنعاودو مثلا المقادير غيصعب علينا الأسماء. دونك حنا راه كيمشيو معاك يعني مرحلة بمرحلة تبارك الله عليك. أيه من بعد كنشدو داك لي شامبينيون كنزيدو على الدجاج اللي قطعنا اللي فرتتنا وكنزيدو عليه القزبور ومعدنوس عاوتاني مره اخرى مابقاش دريه شت غندير لافون مونا مع القزبور والمعدنوس لا اسمع تبتينا بدرهم في الاول شويه ولا القزبور والمعدنوس كيولد من بعد ونخلطوا معهم الشعريه الصينيه اللي خلينا تسقطرات حيدناها من داك الماء سقطرناها وقطعناها واخا ياك ونزيدوا فرماج حمر فرماج غابي حمر صافي وغتخلطي وعصير نص كاس حامضه ياك ورشيشه ديال داك نيوكمان نيوكمان تابعنا هذا نيوكمان هذا ونخلط الا عندك كروفيت راه غتلوحي معاها ما عندكش ماشي مشكل صافي غتبقاي تذوقي شوفي انت الملحه ديالك واش هي هذيك الحروره فهمتي في الاول طمعتينا قلتي لنا كاين غير دجاج شويه زدتينا الكروفيت اسمع هذه لا عندك ما عنديش ما عندكش ماشي مشكل ما بغيتش نديرو ماشي مشكل وبغيتو بالنكهه ديال الحوت ماشي مشكل حتى هذه على حسابي نعم من بعد لا اسمع صافي صافي كديري المونطاج صافي كتخليها كتسقطر كتسقطر داكشي كامل صافي كتمونطيو كتشدي الورقه ديالك ديما الجهه الحرشه ديال الورقه كتكون هي الفوقانيه شنو الحوايج لالا اسماء اللي ممكن يوقعوا الاخطاء اللي ممكن توقع ومثلا تشرق مثلا الورقه البسطيله الا ما كانتش ناشفه شنو لي زاستوس اللي تعطينا في المونطاج ديال البسطيله الحشوه الا ما كانتش ناشفه هي اللي كتقطع لنا البسطيله الورقه خص ديما الحشوه نخليوها تسقطر كدهني الورقه ضروري من الدهين ديال الورقه ضروري مثلا ضروري الزيت الزيت ماشي الزبده لا الزبده كتسميها نعم ما كتخليهاش مقرمشه نعم الزيت الزيت الروميه الروميه نعم. دابا حنا راه عندنا الزيت ديال صفينا من الشامبينيون هي اللي غنستعملها هي اللي غادي ندهنوا بها الورقه كامله رائع صافي وغنلمط ديما الجهه الحرشه هي كتكون الفوقانيه نعم فاش كنغلفوا البسطيله كتجينا الورقه ملسه على برا كامل صافي البسطيله ديالنا صافي كتدخليها طيب شحال كتعطيها وكنقص عليها الفران ضروري لان باش ما تزربيش كنديرها الفوق حتى التمره كامله وفي الاخر تحرقيها كديريها الفوق كتنقصي على كيدخلها الطياب كتبان لك من الجناب بدات كتحمى صافي تبطي لتحت عاوتاني صافي تحمى باش كتزينيها كدير شي غابيل فرماج فرماج من الفوق كورنيشون زيتون كحل عندك كروفيت ديري لا ما عنديش الكروفيت قلتي لي انا يا شريف كنعرف قلتي لي بسطيله ديال الدجاج صافي بسطيله ديال الدجاج ندوخو ما صافتي حتى هذه زوينه ممكن تمويه تمويه في هذه المساله مقبول باش مثلا نكذبوا شويه باش كتبيع لهم كتحاول ديال الحوت ديال الحوت وهي راه ديال الدجاج ديال الدجاج والمذاق كتجي غزاله حوت 100% تبارك الله عليك لا هي لا دجاج تبارك الله عليك انا ما عرفتش الوقت واش يقدنا ولا لا نزيدوا معك المعسل ونزيدوا معك الشباكيه ما عرفتش الوقت واش يقدنا انا نزيدوا شباكيه اذا كيبان لي بانه الا شدينا معك شباكيه غندخلوا في حديث الظاهره اللي غادي يكون من الوحده من 12 الوحده اذا ان شاء الله نفيدوهم بالعسل والشباكيه قبلنا على رمضان نديرو حصه ديال المعسلات داكشي ان شاء الله كاين ما كتستقش الشباكيه كاين اللي العسل تاعهم كيستقلوش نعم ان شاء الله ياك غتجينا ان شاء الله ان شاء الله وما غتكونيش فيك لو تخاك وخايفه اللي صرت برا دابا صافي ولفتي دابا شوف البوله ها هي شاعله هذه البوله شاعله دابا انت على المباشر المغرب كيتصنت لك يعني مرحبا. كامل هاد لو تخاك اللي كان فيك كيفاش حسيتي دابا في الاخر باش حسات اسماء طار مشى لا الحمد لله اش كتلقاي هكا مع جيهان مع الوجوه الزوينه تلقاي مع العيالات الفنات والبنات الفنات شي بحال هما اللي كيعطوك هاد الراحه هذه النفسية وأنك كتكوني منطلقة فعلا وتلفتي في الطريق وتلفتي على الطريق وما بقيتيش عارفة تحسن واش كاين في الرباط ولا ما كاينش مرحبا بك أسماء أيت أوفلا ربي يخليك يعني أنا حنا بغيناك تكوني معنا في برنامج اللقاء المفتوح لأنه تبارك الله عليك حدقة من الطراز الرفيع وصراحة نبغيو نستافدوا من التجربة ديالك ونستافدوا من الاقتراحات ديالك وتكوني معنا في البرنامج غنديروا